فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أستلم مبلغا من المال لأنني قد فزت بجائزة في أحد المراكز التجارية عن طريق شراء القسائم؟ يقول: وأنا محتاج لهذا المال. لا، لا تأخذه ويرزقك الله غيره. هذا المال من أكل المال بالباطل، فلا يجوز هذا، لا تأخذه، اتركه. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا كان لا يجوز لي هذا المال، فهل لي أن أقترض منه قدرا يسيرا ثم أرده بعد ذلك؟ لا تقربه أبدا، ولا تقربه أبدا، يسر الله لك غيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.